ما نبدأ إن شاء الله التدريبات؟ في أي استفسار قبل ما نبدأ التدريبات؟ ده دلوقتي هو ده موجود عندي مدخل موجود 100 المؤشر بتاعي واحد تمثالي وسيلة 1941 ده كده المدخل ده عندي ار دي ايه ولا ايه سي ار 2؟ نفكر شوية الأول. الأستاذ اي سي ار 2. طيب كله متفق على اي سي ار 2؟ بوز بوز وزام الاثنين ار دي اي فقط. طب ليه حضرتك؟ هو هنا كانت احنا كنا باصين لها على اساس ان هو تاريخ الميلاد محطوط 1941 تمام ومحطوط شرطه، فانا بس كنت عايز اتاكد احنا ممكن نبص بردك ان هو كان المفروض التاريخ الميلاد عشان في الار دي ايه ان احنا كنا هنحط واو تمام، بس احنا حضرتك وضحنا السبب ان انا الواو بحطها في حاله ان انا عارف تاريخ الميلاد بس متاكد ان الشخص ده مات، انما في حاله ان هو الشخص ده ليه تاريخ ميلاد بس عايش او شاكك ان هو ما ماتش احط شرط عادي اه تمام. فهي دي اللي كانت النقطه دي اللي تهمني اه، فدي هتبقى كليهما ان انا موجود عندي ان انا هقدر استخدمها في الار دي ايه وفي نفس الوقت هقدر استخدمها في الاي سي ار 2. الفكره بتاعتها ان انا عندي ده اه ده تاريخ ميلاد لواحد انا ما اعرفش مات ولا ما ماتش تمام، انما لو كان في معلومه بتقول ان هو مات كان ده يبقى المفروض عندي اي سي ار 2 لان ما اتحطش مثلا الواو بتاعه. واضحه كده النقطه دي؟ دي سنة الميلاد الموجودة معايا. على دي حتة التقويم المستخدم، حتة التقويم المستخدم بيرجع للوكالة اللي بتستخدم الفهرسة تشوف انهي الافضل من ضمن الافضليات. طيب يسجل تاريخ الميلاد في الحقل الفرعي دي بالتاج 100 ولا في الحقل الفرعي اف بالتاج 046 ولا بكليهما؟ زيرو 46. طيب وما ما يتحطش في ال في الدي في المية؟ ينفع ان هو يتحط في واحد او في اثنين او في كليهما كليهما تمام، لان هو احنا قلنا مثلا عنصر منفصل عنصر ضمن نقطه الاتاحه او كليهما تمام. في عندي دلوقتي بيقول لي البيانات التاليه تدل على ان الشخص ولد عام 1919 وتوفي 1952 صح؟ فاهم؟ لان عندي المفروض الحقل الفرعي اف ده هيبقى لتاريخ الميلاد في 046 والحقل الفرعي جي بيبقى لتاريخ الوفاه. طيب برضو هنقول وام ولا قاف؟ بن علي كريمه ولد 1920 ار دي اي، لان انا لو كنت بستخدمها في الاي سي ار 2 كنت هستخدم ايه؟ واو. ده مدخل انجليزي عندي برضه في نفس الحكايه، عايز اعرف ار دي ايه ولا اي سي ار 2 ولا كليهما؟ ليه برضه؟ تمام ان هي اتذكرت كامله ما اتذكرتش كاختصار.
شارلوك هولمز شخصية خيالية. أرض إيه؟ كليهما؟ أرض إيه؟ أنا اتلخبطت كده، إيه سي آر 2 ولا أر دي إيه؟ طب اللي قال أر دي إيه ليه؟ شخصية خيالية، ما نفس حضرتك الحكاية كنت برضه بستخدمها معايا في الإي سي آر 2. يعني كنت شخصية خيالية. أو لأ وحضرتك برضه نقدر آه في الإي سي آر 2. بس إيه الفرق؟ الفرق إن أنا عندي في الإي سي آر 2 كنت بتعامل معايا كراس موضوع عليه 150. وده فعلا اللي موجود عندي هنا 150. انما انا عشان ار دي ايه دي حاجه دخلت عندي بقت بتستخدم كاسماء اشخاص، فمفروض ان هي تبقى في 100. هي دي بس الفرق، انما هو اه طبعا الشخصيه خليه معانا في الار دي، بس الفرق ان هي ال 150. طب الصيغه دي صح؟ عندي دي بيقول لي 100 وهنا لي واو وصفل دي سي روح والدي من 1862 ل 1911. طب نفكر الاول ولا نشوف؟ خطا. طب الاستاذ اللي ورا عايز تقول حاجه. خطا، الروح تصير في الاخير بعد التاء. تمام حضرتك. انا عندي السي اللي هي الصفيل دي سي الوحيد مثلا اللي بيتحط في اخر نقطه الاتاحه هو لما يكون خاص بالروح. تمام؟ اه هي بتتحط على الصفيل دي سي، الصفيل دي سي بيتحط فعلا قبل مثلا التاريخ وكده، بس مشكلتي هنا ان هو روح، ادام هو روح لا يبقى لازم هيتحط في اخر المدخل. ودي زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا مثلا لو في شخص بيبقى نفس المدخل بالظبط بتاعي، فانت مثلا انت عايز مثلا حتى يجي ورا بعضه، يعني مثلا ساعه ما تيجي تدور مثلا في الكشاف يظهر لك نفس الشخص في الاول ويظهر لك تحته على طول اللي هو الروح، فانت هتلاقي نفس الترتيب بنفس كل حاجه، بس اللي فارق ان انا متضاف عندي الروح ما بين الاثنين في الاخر خالص. الصيغه دي صح؟ صح ولا غلط؟ انا شاكك فيها. صح؟ طب في حد شايف غلط؟ طب حضرتك شايفه غلط ليه؟ لا سيب حضرتك من النقطه دي، دي غلطتي انا. غلطه اللي هو التحويل التاريخ. ماشي. لا دي حضرتك ليها تاريخ ميلاد ووفاه. كده مش اه قطه بجد. السابقه قصدي حضرتك ايه؟ لا هو حضرتك السابقه قصدك فاصله؟ اللي هي المفروض نحط قبل الصفيل دي سي فاصله. المفروض انا احط فاصله صح؟ هي صح. اه هي طبعا هي مش هينفع اذا حط لي الاثنين عندي مش هيتحط. اه دي طبعا من التسميات الاخرى اللي هي بتتضاف، فما احطلهاش فاصله. مش مثلا زي ما اقول مثلا القديس مثلا واروح حاطط له، او احط البابا واروح حاطط له، او احط مثلا ملك العراق او اي حاجه من الحاجات دي بحط لها. تمام. نبص نركز فيها شويه وبعد كده نقول هل الاسم الكامل مسجل بطريقه صحيحه؟ صح؟ صح يعني مره تخليه بالمختصرات مع الاسم الكامل. انا مع حضرتك فعلا مع حضرتك في التكوين، بس هو بس الاخ كان قال ملحوظه ان دي اللي احنا قلنا اكدنا عليها، ان احنا دايما بنبص ان التاج عندي بيبدا بصفيل دي ايه. صح؟ لا عندي التاج ده بيبدا بصفيل دي كيو، انا ما عنديش غير كيو مثلا ويو في كيو اللي هو بحط اسمي الكامل، واحتمال ان هم قالوا ان هو يتحط في صفيل دي كيو لان هو برضك موجود عندي فوق في التاج 100 في الصفيل دي كيو. تمام؟ يعني اه انا مع حضرتك هي صح، الصياغه صح، وان اتعمل باسلوب منفصل واتعمل باسلوب ان هو ضمن نقطه الاتاحه. تمام؟ بس هو اللي كان الفرق بتاعي ان انا باكد ان اللي هو الصيغه الكامله للاسم بتتحط على الصفيل دي كيو. تمام؟ بتتحط على الصفيل دي كيو، ما بتبداش عندي بالصفيل دي. مكان وفاه الشخص يسجل في الحقل الفرعي بالتاج 370.
عقل الفريق يعني واحد فيهم. لا واحد فيهم. قبل الأخير الصفويل دي بي. أنا عندي في التاج 370 ده اللي هو الأماكن المرتبطة. أي نعم عندي التعليمات موجودة في الأرض إيه؟ دي حاجة اللي هي التاريخ مكان الميلاد، مكان الوفاة، مكان الإقامة وهكذا. بس عندي في تاج واحد بيجمعهم في مرج اللي هو التاج 370، وحدد لي لكل حاجة مثلا تاريخ الميلاد إيه؟ مكان أنا آسف مكان الميلاد إيه؟ مكان الوفاة دي وهكذا، ومكان الإقامة مثلا إيه؟ تمام؟ وده برضك يخليني اقول ان ممكن مثلا انا يكون عندي مكان الوفاه بس، مش شرط ان انا احط ايه اللي هو مكان الميلاد، يعني برضك مش شرط ان انا هبدا بالحقل الفرعي. طيب شخص ولد بمصر والان يقيم بالعراق، تكون الصيغه كالتالي 370 صفيل دي ايه مصر وصفيل دي ايه تاني العراق. حضرتك صفيل دي ايه اللي هو مكان الاقامه، ان هو ماشي راح العراق وكل حاجه، بس هو مكان كمكان اقامه يبقى صفيل دي، ان مكان ميلاد محدد اللي هو الصفيل دي ايه. في حضرتك مشكله؟ يسجل موقع الالكتروني للشخص في الحقل الفرعي يو بالتاج 371. هنا ما سمعتها تقول لا. ليه قال ايه؟ طيب هقول لحضرتك، انا عندي انا من ضمن الناس مثلا اللي من بدايه لما جيت فعلا ابدا اشتغل وكده كنت ممكن كنت اقول طب الله مش دي العناوين؟ هحط كله في العناوين، بس الصفيل ديو ده ثابت عندي في كل حاجه، كل من الحقول الثانيه، ان انا عايز اقول ان والله بيانات الحقل ده موجوده متاخده من المصدر الالكتروني ده. تمام؟ فمش هينفع ان انا احطه، يعني مثلا لو انا واخد المصادر البيانات الثانيه مثلا اللي هي العناوين، العنوان اللي على الصفيل دي ايه مثلا، والصفيل دي ام الايميل، واخدهم من موقع معين، هينفع احط ده واحط مثلا نيو ثاني؟ لا، فهو ده انا بحطه في تاج 856. يعني هو من دون بس يتحقق في التاج 856. طيب هناك شخص درس بكلية طب الأسنان جامعة بغداد، يمكن أن أعبر عن ذلك كما يلي. صح، وهنا هنبص برضو من الصياغة، الصياغة مثلا زي مثلا ما يكون عندي في الملف بتاعي ان انا واخدها مثلا جامعه وبعد كده الهيئه الاصغر مثلا اللي هي الكليه، ولو في قسم يتحط بعدهم، وطبعا بيبقى مثلا نفس مثلا بينها والنقط، وطبعا بنحط صفيلته للقائمه اللي هي المفروض ان انا واخدها الاساس. السؤال ده كان تعبني جدا، بيقول اي الصيغه التاليه صحيحه؟ ستينج صفيل دي سي موسيقار، ستينج صفيل دي سي من غير فاصله موسيقار، ستينج الموسيقى على الصفيل دي سي، ستينج صفيل دي سي من غير برضو في فاصلة الموسيقى. آخر واحدة؟ طب ليه اخترنا آخر واحدة؟ لا آخر واحدة النشاط. طب حضرتك يا دكتور هو النشاط ينفع يتحط ولا بيسجل فردي، يعني بيسجل كعنصر منفصل، ولا ممكن يسجل كجزء من نقطة الإتاحة، ولا في كليهما؟ هي دي المشكلة بالنسبة لي. تمام، هو اللي بيحصل كالتالي، إن هي برضو دي حبيت أكد عليها لأن دي برضو ممكن تغلطنا كتير، إن أنا عندي اللي هو مجال النشاط أو الاهتمام ما بحطوش فوق عندي في المدخل 100، اللي ما بحطوش قصدي يعني عامة كنقطة إتاحة، لأن هو محدد لي قايل لي يسجل كعنصر منفصل. ما قاليش إن ممكن يسجل كجزء من نقطة الإتاحة.
لو كان قال ان هو هيسجل ممكن كنقطة اتاحة كنت اقدر احطه فوق. ما اكدبش على حضرتك في ناس لسه بتستخدم كده، بتستخدم بتحطه من فوق يعني. دي قبل طبعا كمان الار دي ايه كانوا بيحطوا مثلا صفيل سي بيحطوا المجال، في ناس بتحط المهنة. طيب يبقى الصيغة بتاعتي مسكر المهنة. طب احنا بس كده برضو الاختبار بتاعي ما انتهتش، ما انتهتش لسه. ما فيش حاجه صعبه على حضرتك. طيب. في عندي دلوقتي مجموعه نماذج، مجموعه مثلا حاجات بيانات انا جبتها من الويكيبيديا مثلا او جبتها في حاجه. ندي مثلا لنفسنا دقيقتين ثلاثه حتى لو ممكن هنتناقش مع بعض، نشوف الحاجه دي هتتحط فين. عندي هو مثلا مش باين عندكم الصفحه، تمام؟ دي بيانات ظهرت لي انا هقدر اوظفها ازاي في حقول الار دي ايه، في حقول انا اسف مارك 21 اللي بتخدم ار دي ايه، تمام؟ فدقيقتين مثلا ونشوف هنقولها ازاي، حتى لو عايزين مثلا نعملها مع بعض كل اتنين مع بعض ونشوف هنحط الحاجه دي فين. نبدا نشوف هكذا تساعدوني. ماشي ممكن نخليها كل واحد يقول حق. طيب نبدا الحق الاول هيبقى ايه مثلا؟ ماشي المية الحق ايه ماشي، وهنحط انهي بيان بقى؟ ماشي طبعا ده انا هنا كده كافتراضي، لا احنا المفروض طبعا هنحقق ونشوف انهي انهي اللي هي الصيغه الاشهر بتاعته. طيب اللي بعد كده في حاجه تانية تتحط في المية؟ لا حد تاني بقى مين؟ حضرتك اتفضل. الواحد قصدك الواحد الواحد لا طبعا هنقلب او لو كان الصيغه الاشهر في التر... لا انا قصدي حضرتك في حقل فرعي ثاني هنحطه تاريخ الميلاد اللي هو الدولار اس دولار دي. طب انا هحطه ايه بقى؟ هحطه واو ولا هحطه ايه؟ ولا التاريخ وشرطه 1971 داش. انا ما فيش حاجه عندي قال لي ان هو توفى، لو اتقال ان هو ده مثلا الشخص ده توفى هبقى خلاص احطها 1000 واو 1971. طيب ده بخصوص ال100، ايه تاني عندي؟ صفر 46 اللي هو التواريخ المرمزه هحط في انهي حقل فرعي؟ اف. صفر أربعة. يا أستاذة غادة بتقول لنا على أساس إن هو إن لا على مثلا. صفر أربعة. 1975. صفر أربعة. صفر. تسعة. هو مكتوب هنا التاسع موجود. هو برضو في عندي ان انا طبعا هنا واضحه النقطه دي يا استاذه غاده عايزه تقول لي ان هو انا عندي كمان ان انا اقدر
لان هو المفروض ان 046 تبع الايزو موجود، ان انا هقدر احط هو محطوط للوقت والتاريخ، ان انا احط ممكن لو عارف تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاه، معلش انا اسف، التاريخ باليوم والشهر والسنه بحطه بسجله. تمام؟ طيب ده 046 الحقل الفرعي اف. طيب انا كده خلصت متهيألي الجزئين دول صح؟ طيب ايه تاني؟ معلش حضرتك تاني؟ فين التاريخ الهجري؟ اه حضرتك طبعا ماشي، لو هتعملوها مثلا كممارسه مثلا وتحطوا التاريخ الهجري يتحط طبعا. ماشي ايه تاني؟ 370؟ 370 صفي لي ايه؟ ايه؟ طيب هحط ايه؟ الأقصر بين قوسين مصر. ها؟ طيب. ولو عندي مصر بس؟ طيب. طيب بعد كده بعد 370 300، طب ناخد بالترتيب 373، 373 احط فيها ايه؟ على الصف دي ايه؟ ايه؟ جامعة أسيوط، وبعد كده تمام. معلش لو في كتاب غلط، اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الإنجليزية، طيب ده 373. أنا سامع في حد قال حاجة كده. أيوه. سالك إيه؟ طيب هحطها في أنهي حقل فرعي؟ 368. نفس التاني. انا كان مش عندي فيه حقول اللي هي بداية الفترة ونهاية الفترة، هو اتخرج صح؟ يبقى نهاية ايه؟ تي بقى المرة دي، تي في التاك 373 النهاية. اس بدايه، تي نهايه، هو ده سنه التخرج. طيب في حاجه تانيه احطها؟ هو في حاجه شغال، هو موجود هنا في 374. اه طبعا برضو احنا قلنا بخصوص الجزئيه دي هنشوف احنا مثلا دي مفروض يعني هندعم الجزئيه ان احنا نبقى مقننين الحاجه دي، وتبقى القصون مصر المصريين او القصصون المصريين او الروائيون المصريون، تمام، على اساس ان هي قالت هتتاخد كفئه، تمام، وعشان هنقدر بعد كده نجمعها. وطبعا لو انا واخد من قائمه معينه احط عندي كمان الصفيل دي 2 وابدا احدد القائمه بتاعتي ايه هي ايه. يبقى هنا ده مثال، نشوف مثال تاني. برضو هندي نفسنا دقيقتين ثلاثة ونشوف بعدها.
انا شايف في واحده صغيره ورا ما بتحلش معانا. ايه تراجم؟ يعني سيرة. سيرة البيوغرافية. ايوه ماشي، ده ممكن ده الاستخدام الكتاب، بس احنا قلنا نفكر في كل الحاجة دلوقتي، كل اتجاه. احنا حضرتك بنقول هنتناقش يعني مع بعض على اساس نقدر نجمع مع بعض ونفكر مع بعض. ستمية 78 ماشي، ده حضرتك ده اول تاج هنحطه 678. ده حضرتك احط ايه بالظبط؟ تمام. واحط فيه السيره الذاتيه كلها. تمام ماشي، دي حاجه. بس انا عايز كل دي معلومه من دول في الحقل اللي ممكن يناسبها. حضرتك هتقولي 100 المية. خلاص ماشي، المية بتاعنا عارفين في بس هتحطي في انهي حقلين هتتكلم عليهم؟ هتتكلم عن الحقلين. ماشي صفيل دي ايه؟ انا عايز بقى اتكلم عن الصفيل دي. دي كمان دي 1000. طب استني نسجلها تحت. 1941 حاف كده. يا استاذنكم هتجاوب الاستاذ. ماشي، احط ايه مع ال 1941؟ صفر دي ماشي، انا مش هحط 1941 كده لوحدها، انا ما حددتش دي ايه بالظبط. ما هو حضرتك قلت. طب الاستاذه ولي. طيب ماشي هحطها. طب ليه حضرتك ما حطيتيش الشرطه؟ ليه حضرتك ما حطيتيش الشرطه؟ ليه ما حطيتيش الشرحه مثلا؟ لا الشرطه حضرتك ما حطيتهاش ليه؟ لان هو بيقول لي هنا ايه؟ توفت ولكن لم يحدد تاريخ الوفاه. ده اللي حكمني ان انا ما احطش مثلا شرطه واحط اللي هو واو. ده كده التاج 100. في ايه تاني؟ طب استاذنك بس 370 هحط ايه؟ انا حقل فرعي. ايه؟ حقل الفرعي ايه؟ لا يعني هحط فيه ايه؟ فرنسا؟ يعني فرنسا تحط في الحقل الفرعي ايه؟ ولد بفرنسا؟ طيب في حد ليه اعتراض ان هي فرنسا هتتحدد في الحقل الفرعي ايه؟ ولد في الجزائر. يبقى انا عندي تاريخ الميلاد بيتحط فين؟ في الحقل الفرعي ايه؟ مخصص لتاريخ الميلاد بس. تمام؟ يبقى انا هحط هنا الجزائر. الجانب الايمن. ايوه. هنحط ايه تاني في 370؟ الله ينور. على الصفيل دي ايه؟ طيب بس كده اقامت بفرنسا صفيل دي ايه؟ صفيل دي اس. صفيل دي اس وتي، لان هو هنا محدد لي تاريخ. الاس هتبقى عندي اللي هي 1960 صح؟ طيب والثانيه 1970 اللي هو. طيب يا ترى ده هيبقى تاج تاني ولا هو على نفس الحقل اللي كان فيه الجزائر؟ يعني 370 نفسها اللي هي التاج ده.
ليه؟ الله ينور. ادام انا عندي في حاجه ارتبطت باس وتي تمام ومش مشتركه معايا الحاجه الثانيه، طبعا هو مش هيبقى مشترك ان هو اقام وولد في نفس المكان صح؟ فهو في نفس الوقت قصدي. فعندي الاس والتي هنا دي لازم اعمل تاج تاليب. انا كان التاج الاولاني 370 اللي هو بالجزائر بس مكان الميلاد، وهعمل 370 تاني بالصف، هبدا بالصف دي ايه، وبعد كده الاس اللي هو البدايه والتي اللي هو اللي هو لحد اخر الفصل بتاعه. طيب في حاجه تانية اعملها تمام بلجيكا. بس هعمل اس والتي نستخدمها، والاس والتي تاني، يبقى انا هعمل برضو تاني صفيل دي اي صفيل دي اي واس والتي اللي هما الخاصين بالاقامه بتاعت بلجيكا. طيب تكتب الشعر باللغه الفرنسيه والعربيه والانجليزيه. 377 استاذه زينب 377 377 ايه هحط ايه في الايه؟ طيب انا هحط الايه الاول تمام، وهكتب هنا ايه العربيه يعني هقرر قصدي حضرتك الايه صح. هعمل هعمل مثلا هنا العربية صح؟ طب ثواني العربية والفرنسية صح؟ والإنجليزية. في حد معترض على الصيغة دي؟ أنا عندي في 377 في حقلين أساسيين، في حقل الإيه ده بيتسجل فيه رمز وكود اللغة، الرمز وكود اللغة تمام؟ الصفيل دي ال اللي بيتحط فيه المصطلح، يعني زي ما حضرتك قلتي بس الفكرة أنا إذا هحط مصطلح مش هحط الرمز، يبقى على الصفيل دي ال، يبقى ده كان المفروض يبقى ال. كده المفروض يبقى ال. طيب طيب انا في برضو كان في كان اشكاليه عندي في النقطه دي، يا ترى هعمل 377 لكل لغه تاج واحد وهكرر فيه الصفيل دي ليه؟ لان انا مش محتاج اكرره، انا في عندي صفيل دي اس او صفيل دي تي هيتحط او صفيل دي 2 لا تمام. طيب وطبعا لو انا هحط هنا عند الرمز لو هستخدم الايه يبقى هنا احط مثلا الرمز بتاعي، وعشان اقول مثلا ان انا واخده لو واخده عندي من قائمه الاكواد بتاعت اللغات اللي هي بتاعت مارك هحط الرمز، ومش هضطر احط مثلا اقول القائمه اللي انا واخدها منه ايه بالظبط. طيب ده بخصوص التاج 377. طيب احنا خدنا الجزئيه دي كده، وفي حاجه عدت علينا تخصص اللي هو التاج 375 74 الشعر 72. طيب على انهي حقل فرعي؟ طيب ينفع ان انا احطه فوق عندي في ال 100 في الصفيل دي سي؟ ينفع بعد الاسم عليك، بس احنا برضه بناكد على حاجه تاني في النقطه دي، انا عندي المجال التخصص ما يتحطش فوق في ال 100
لان هو متخصص له ان هو يسجل فقط كعنصر منفصل. حضرتك تقدري تستخدمي بقى ساعتها الوظيفه افضل. الوظيفه متاح لها ان هي تبقى فوق في المية، ومتاح لها في نفس الوقت ان هي تبقى موجوده عندي تحت كتاج منفصل. تمام؟ طيب يبقى احنا خلصنا الجزئيه خاصه تكتب الشعر باللغه الفرنسيه والعربيه والانجليزيه. طيب تخرجت من جامعه الجزائر 1906 و 1967. يعني 373 وهحط طبعا الجامعه. طيب الجزئيه اتعملت بوزاره التعليم الجزائريه. ما احنا خلصنا جامعه الجزائر. خلصنا جامعه الجزائر. لا ما خلاص ما احنا عارفين يبقى الجزائر مثلا والصفيلد مثلا تي بتاعتها لان كانت شفناها في المثال اللي قبل. لا انا بتكلم على وزاره التعليم الجزائريه. هعمل ايه بقى؟ هعمل تاجي تاني 371. تمام بس ليه 371؟ طيب يبقى 371 373 371 العناوين. هحط عنوان، هحط مثلا الاماكن بتاعه، البريد الالكتروني، تمام، الرمز البريدي، صندوق البريد، ده هيبقى في 371 العناوين. انما انا عندي ده زيها زي بالظبط ان هي اتخرجت من جامعه الجزائر، جهه مرتبطه بيها، سواء كانت الجهه المنتسبه ليها دي كانت عن طريق مثلا دراسه، عن طريق عمل، عن طريق مثلا انتماء ثقافي، تمام، فهي تتحط برضو 373 وتتصاغ برضو على اساس زي ما الهيئه بتاعت الوكاله بتصيغها. يعني مثلا دي مثلا ده مدخل الحكومه، يبقى مثلا الجزائر نقطه، ويبقى مثلا صفيلد بي بعدها اللي هو، وطبعا هنا مش هيكتب صفيلد بي لان هو التاج المفروض صفيلد الثانيه، هكتب الوزاره، تمام، والتاريخ طبعا بتاعها. في عندي اهتمت بالكيمياء والفيزياء في الفتره من 1982 و 1990. تلتمية اتنين وسبعين. تمام الكيمياء الوحدة والفيزياء الوحدة ولا ممكن الاثنين مع بعض؟ حسب السورس اللي اخدته منه. لو انا مثلا مع لو هو مثلا مش قايمة واحدة، هضطر ان انا اعمل كل واحدة منهم في حقل منفصل. 372 بالكيمياء و 372 بالفيزياء. طيب طبعا احنا الجزئية بتاعت توفت ولكن لم يحدد تاريخ الوفاة اللي احنا قلناها فوق ان هي ولد مثلا 1941. معلش انا اسف، 1941 واو 1941 اللي هو تاريخ الميلاد بتاعها. اي تاج الاسماء؟ ما تذكرش ليه يعني؟ اظهر ولا ايه؟ على 100؟ لا ما هي موجود 100. لا مش مشكله التسجيله، بس كنت بنذكر هنا ان احنا نستخدم الحقل التاج بتاعي كذا والحقول الفرعيه اللي انا هستخدمها معايا ايه. انا بس عشان الوقت، لانه كده هنسجل مش هنستفيد بالتسجيل، ان احنا خلاص عرفنا احنا بنتناقش بنقول مثلا هنستخدم التاج كذا والحقول الفرعيه بتاعته كذا. طيب هناخد دلوقتي اخر مثال معانا ان شاء الله اللي هو سميرة موسى، برضو بنفس الحكاية هنقراها. نقراها برضو معانا دقيقتين ثلاثة وبعد كده نشوفها كلنا مع بعض. دقيقتين تلاتة عشان هنقول التجان كلها ان شاء الله. انا عارف حضرتك عايز تلحقي تقولي التاج الاولاني.
استاذ حنين شكله عايز يجاوب الاولانيه. نبدا. طيب هنتجوز مثلا الحقل الفرعي، هنتجوز اللي هو المية. طيب بعد المية اتجوزنا المية، بعدها هنستخدم، هنحط 370. تمام. الحقل الفرعي هنحط فيه الغربية. طيب بعد كده أول عالمة ذرة مصرية. اه كده حضرتك حبيتي تسهلي كله، يبقى كله مره واحده. اه 678. طيب 678 والحقل، طبعا الحقول الفرعيه بتاعتي في عندي الاي والبي. الاي ممكن بيتحط عليه مجرد نبذه مثلا علامه ذره، وبعد كده الصفيل دي بي اللي هو التواسع. ده طبعا ملوش علاقه بوام، تمام؟ ده بس حاجه خاصه بال بمارك، انما قوام اقدر ان انا استخدم كله مع بعضه. تبصيره يعتبر بالنسبه لي تبصيره بالظبط. طيب يبقى 678 الاي والبي. طيب بعد الجزئية دي ايه تاني بقى؟ في نقطة هنا بيقول لي معيدة في كلية العلوم جامعة فؤاد الأول، ونفس الحكاية جامعة القاهرة حاليا. دي 373 احط فيها جامعة القاهرة ولا جامعة فؤاد الأول؟ استاذه فاطمه عايزه تقولي حاجه؟ جامعه فؤاد الاول، لانه نحن بس نربط اسم الشخص باسم المؤسسه اللي كان يشتغل فيها، بالاسم اللي كان موجود لما كان هذا الشخص يشتغل فيها. طب احنا ممكن نعمل حاجه، احنا ممكن نعمل 2373. لا بس انا عاوز اقول لك على حاجه بخصوص الهيئات. في حاله ان انا عندي دي هيئه كان طلع لها اعمال كثيره جدا باسمها، تمام، ودي هيئه طلع لها، لا كل هيئه بالحاجه اللي ظهرت لها فعلا. فانا المفروض دي هتعمل لهم، يعني دي هتبقى 500، انا اسف، 110 و510، يعني يتعمل معمول مدخلي في حال صدور اعمال كثير بالاسمين. في حال القاعده العامه هاخد مثلا اللي هو الاسم الاشهر والاحدث، ناخد الاسم الاحدث، تمام. فانا في الحاله دي عندي ان انا اقدر اعمل 2373، واحد بجامعه فؤاد وواحد بجامعه القاهره. طيب طبعا هي الجزئيه اللي نقلت مع والدها، نقل والدها مع ابنتي كذا كذا كذا، ده الكلام ده كله عندي في ال ب 678. وطبعا عندي الوظائف كلها اللي موجوده هتتحط في 374. اخر نقطه موقع يتحط فين بقى؟ 670 تمام. لا انا عايز التاج نفسه، مش الحقل، مش الحقل الفرعي. بس انا قايل هنا ايه؟ المعلومات تم الحصول على المعلومات دي في اخر خالص، يعني بعد كل المعلومات دي. لو على 370 كنت هقول لك ان احط 370 وفي الاخر صفي الديون. لو انا واخد معلومات التاج 370 بس هي اللي متاخده من الموقع ده، انما دي خاصه بكل المعلومات دي. مفيش تاج تاني بحط فيه اللينكات. ستمائة وخمسين.
نبي اسماعيل لو حط المسمى. انا بتكلم على اللينك بس. ماشي. طيب ده كده عندي، ده كده كان اخر مثال. في اي سؤال محتاجينه او استفسار؟ اخر نقطه قام حضرتك 658 بيستخدم اكتر مع المصادر، مثلا هتلاقي مثلا الحاجات الورقيه، مثلا الكتب كذا 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 كذا، المسميات الموقع. انما كلينك الرابط هتلاقي دايما ده على الصفيل ديو في 658. تمام حضرتك؟ في اي استفسار؟ 658 600 كام حبيب؟ مصدر للمعلومات. 658 اللي هو بحط فيه في الصفيل ديو بحط. لا 368 بحط فيه ايه؟ ماشي، بس ده حضرتك حقل فرعي جوه تاج، جوه ال 368 انت هتلاقي كله جوه تاج عندي في صفيل ديو اللي هو بيحط فيه الموقع. انما انا بقول كموقع عام الاخير خالص، يعني مثلا اللي جايب منه كل المعلومات هو 658. تمام حضرتك؟ يعني انا عندي بالفعل ان انا احط في كل تاج، كل تاج احط فيه الصفيل ديو واقول ان معلومات التاج ده بس متاخده من اللينك ده. انما في حاله ان انا عايز اقول ده كل المعلومات بتاعت التيجان كلها متاخده، يبقى 658. تمام واضحه كده؟ ماشي، شكرا. شكرا للأستاذ سعيد علي سعيد على ما تقدم به من شرح مفصلا عن نظام الـ RDA. هذا أبو الفضل الذي بآخائه تتحدث الأجداد للأبناء، فلنتخذه للإخاء طريقة بل أسوة للبذل والأعطاء. والآن يتفضل السيد ليث الموسوي رئيس قسم الشؤون الفكرية في العتبة العباسية المقدسة لتوزيع أو لتقديم الدرع إلى شركة النسيج لممثلها الأستاذ محمود عواد، وكذلك لتوزيع الشهادات التقديرية على الأساتذة الكرام، فليتفضل مشكورا. تتفضل السيدة هناء حسن محمد. الأستاذ سعيد علي سعيد. السيدة غادة دمشق. السيدة فاطمة البزار. السيدة زينب البزار. السيد محمود نجيب عواد. الدكتورة فائزة أديب عبد الواحد، وزارة التعليم العالي، دائرة البحث والتطوير. الدكتور سلمان جواد داوود، جامعة البصرة. الدكتورة سهلة علوان.
الدكتورة زينب عبد الواحد. الدكتورة خلود علي عرابي، الجامعة المستنصرية. الدكتور تحسين فاضل عباس، جامعة الكوفة. الدكتورة أنعام زاير جاسم، وزارة الصناعة. الدكتورة أزهار زاير جاسم، الجامعة المستنصرية. الدكتورة أحلام داوود مندوب، جامعة بغداد. الأستاذ علي الحر، الجامعة المستنصرية. الأستاذ عبد الجبار عبيد خلف، جامعة البصرة. الأستاذ صفاء ناصر حسن، جامعة بابل. الأستاذ حسين عمران دوخي، جامعة بابل. الأستاذ أنس سامي عبد الغفور، وزارة التعليم العالي. الأستاذة مها محمد محتوق، جامعة البصرة. الأستاذة رافدة نوري عزيز، الجامعة التكنولوجية. الأستاذة ابتسام حاتم جاسم، الجامعة المستنصرية. الأستاذة إيمان جبار علي، دار الوثائق. الأستاذة مجاهدة صالح مطرود، دار الوثائق. الأستاذة حنان سامي عبود، جامعة البصرة. الأستاذ رائد هادي علي، العتبة الحسينية المقدسة. الأستاذة إيمان علي حسين، جامعة كربلاء. الأستاذة منال جاسم سعيد، جامعة كربلاء. الأستاذ رأفت ليث ثامر، مركز تراث الحلة.
الأستاذ علي خضير عبيد مركز تراث الحلة. الأستاذة حوراء رزاق حسن جامعة الكوفة. الأستاذة ليلى عبد علي غايب جامعة الكوفة. الأستاذ سامر باسم لفتة. الأستاذ حسين عبد الكاظم. الأستاذ علي طالب كاظم. الأستاذ مصطفى محمد محمد تقي. الأستاذ أحمد محمد عبد الأمير. الأستاذ حيدر حسين عبد عون. الأستاذ عامر رضا. الأستاذ حسنية النجم عبد. الأستاذ علي عبد الرضا رسول. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل الشكر والامتنان، راجين من الله أن نكون قد وفقنا لخدمة العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.